فيه يفوت طبعا. متضايق مني كتير، بس متضايق من حالي أكتر. إذا كل شي صار بسببي أنا، بترجاك بلا ما نفتح هذا الموضوع أبدا. طيب نحن ما رح يصير عنا ولد؟ إذا هالوضع خرب لك صحتك، وقت ما نكون اتنيناتنا جاهزين رح يكون عنا ولد. أنا كتير حابب تعرفي، مشان هيك هالوضع عم يقهرني، لأنك نهيتي لي هذا الحلم مرتين خارج إرادتي. حبيبي تفضلي يا آنسة. باردون برجع بعدين. لا 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 تفضلي. عملت دراسة مطولة مشان تعليم مراد الخارجي، ركزت على انجلترا بشكل خاص. في مدارس حلوة بفرنسا وسويسرا، بس لازم تكون لغته الانجليزية منيحة كتير، مثل الفرنسي والألماني بالضبط. انا بنصح يدرس بانجلترا. عدا عن هيك برامج المدارس يلي نقيتها غنية وفعالة. منيح كتير، بس لسه مبكر على هذا الشيء، مراد لساته صغير. لأنه سمر خانم اليوم طلبت مني اهتم بهالموضوع. ايه أنا ترجيتها. يلا منحكي بعدين إذا بتحبوا. أنت تركيهم هون، أنا وعدنان منشوفه. شكراً. منين طلعتي بهي كمان؟ صرتي تعملي شغلات كثيرة بهذا البيت من دون علمي أو إذني. شو اللي ضايقك هلا؟ لأنه هذا القرار ما بيتاخد بهي الطريقة، لازم نفكر فيه بشكل موسع. تمام، وهي أنا عم جهز لك أرضية مشان تفكر. ما عم صدق، أنت عن جد صاير لك شيء. ممكن تسمعني شوي. ولد مثل مراد، وخاصة عم بيحضر حاله مشان يصير مثلك على رأس مجموعة، أي نوع من التعليم لازم ياخده. مراد عم يتلقى هون تعليم كثير منيح. طيب مثل ما بدك، أصبح ساعده مشان يعيش مرحلة شبابية مثل مهند، وخلي أفكاره تتشتت وما يتعلم مثل حكايته. شو علاقتنا مهند هلأ؟ لأنه هذا النموذج اللي عم بيشوفه قدامه حابب يطلع بيشبهه، عم يحكي مثله، عم يلبس مثله، وحابب ينبسط مثله كمان. مثل ما بدك، بس إذا بيسافر بعد الجامعة ممكن يكون الوقت تأخر كتير. برأيي من هلأ خلي يركز تفكيره على هذا الموضوع. برأيي بكير. أصلاً بعد ما تروح نهار رح يبقى لوحده، على القليلة بصير حواليه رفقات شباب مثله بدل المربية الكبيرة بالعمر. مو حابة هي المرة تبقى السنة الجاية هون. خلينا بالموضوع الأساسي. عم بتفكر إني عم خطط كل هاي الشغلات مشان أردفها للست لميس من هون؟ إذا كنت عم بتفكر هيك عن جد في عنا مشكلة كتير كبيرة. بكل الأحوال مدموزير رح تطلع من حياتنا، مو هذا همي بنوب. أنا عم فكر بالوضع اللي بيخصه لمراد. أصبح فكر بهذا الشيء كمان. ماما رح تتزوج وتروح ونهار رايحة. مراد إذا سافر لبرا على شي مدرسة ما بيبقى لنا أي مسؤولية تجاه حدا. على طول منسافر. هي تحسين قصدي، داري الدنيا 4 مرات، نحن لسه ما زرنا شي. من وقت اللي تزوجنا ما بقينا مع بعضنا لمرة واحدة. ما عشنا حياتنا الخاصة. بلكي منقدر نربي ابننا مكان دافي. وبيجوز أولادنا كمان. وإذا كان في شي ناقصنا بندور سوا وبنلاقي. مستحيل نقدر نرجع الزمن لورا، بس فينا نعمل حياة حلوة وهنية مع بعضنا. خلينا نبلش من جديد.
Thank you.